بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع بعض جولة بقى خاصة بالأخبار اللي هتحصل النهارده من خلال التقرير التالي، واللي منها عقد ملتقى علمي بهيئة كبار العلماء، وده احتفالا بليلة النصف من شعبان. كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب دايما. ده غير كمان عندنا من بين الأخبار المهمة اللي هتحصل النهارده اللي هيكون آخر يوم لاستقبال الأعمال للحصول على منح التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة، وكمان هنشوف أهم المباريات اللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله في الدوري المصري. تعالوا نتابع التقرير التاني. النهاردة في مجموعة من الأخبار المتنوعة، منها إنه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هتنظم الملتقى العلمي في رحاب الجامع الأزهر تحت عنوان تحويل القبلة ووسطية الأمة معطيات ودلالات، وده بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. كمان آخر موعد للتقديم للحصول على منح التفرغ لهذا العام 2022-2023، واللي بيمنحها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً لعدد محدود في مجالات الفنون والآداب والعلوم. ورياضياً، والعشاء الدوري العام المصري موعدهم مع مبارتين في إطار الجولة 13، فاركو والبنك الأهلي في الساعة 3 العصر، وفي 5:30 عصراً بيلتقي إيسترن كامباني مع طلائع الجيش. ولمحبي الكرة العالمية، موعدهم النهاردة مع لقاءات إياب الدور الـ16 من الدوري الأوروبي، واللقاء المرتقب لنجم الكرة المصري مصطفى محمد لاعب جالتا سراي التركي ضد فريق برشلونة الإسباني، ويلتقي فريق ليفركوزن الألماني مع أتلانتا الإيطالي.